هي أنواع مختلفة من المجوهرات والحلي معروضة للبيع، بديل الذهب يلقى رواجاً واسعاً في موسم الصيف خاصة للعرائس بسبب كثرة المصاريف. فيها بزاف مصاريف العروس مش طيب. شا داروا مالوا كاع البلاكي، كيما البلاكي راه يجي غارونتي ولا كولور تاع الذهب، ويا راه يجي فلا فينيسيون شباب حتى على الذهب فهمتيني. وراه عندنا نوع واحد اخر هو هذا باريل اجنبي، هذا معمر بليزيستراس، يجي مع بلوزة مع قفطان مع كراكو، كيما القفطان والبلوزة ما كاش اللي راه يدير مع ذهب تالمو ولا يجي شباب. هذا الباريل القفطان هذا صنع محلي، هذو كاع حنا نخدموهم هنايا، كليون تجي وتشوف بعينيها وتشوفنا شنا نخدمو. زعما كليون تجيب قفطان تجيب بلوزة تاعها، بنشوفوا لي كولور، نختاروا لي كولور اللي يتناسبوا مع البلوزة تاعها ولا مع لاتوني تاعها، ونخدموا لها تختار اي موتيف ولا تجيب لنا حتى موتيف تجيبه لنا في التصويره نخدموا لها. اختيارات كثيره تعمل عاملات محل اسيل للاكسسوارات على تقديمها للزبونات ومساعدتهن على الاختيار بين المحلي والاجنبي، كل حسب ميزانيتها. كاين اقبال بزاف على هذو لي زاكسسوار سورتو العرايس، دي فوا تكون هكا حايره في لي شوا تاعها، قال شا عندك لو توني لا كي دايرتهم شوما لي كولور، نسيو حنا شيلات ماشي نبيعو لها، نسيو نعاونوها في لي شوا تاعها. كيما نعرفو حنايا في التقاليد تاعنا الجزائريه العروسه ما ديرش غير لباس واحد، دير بزاف لي توني، باغ اكزومبل عندنا البلوزه عندنا القفطان عندنا الكراكو، على حسب البيدجي تاعها حنايا نعطوها تكون جايبه ثمن قليل وتدي بزاف اكسسوارات اللي تنوع بهم مع صوالحها. باغ اكزومبل السخاب، كاين سخاب مطلوب بزاف من قبل العرايس الجزائريين، كاين الكرافاش، كرافاش ثاني تحقها العروسه، كاين مسبعات، دونك كل وحده واش تخيرت تدي مع صوالحها. انتعاش واسع لتجارة المجوهرات كبديل للذهب دفع بأصحاب هذه المهنة لفتح فروع عديدة نزولا عند طلب الزبون وتقديما لخدمة أفضل.